هجاء، فهل لك من الهجاء يا أستاذ عصام؟ آه عندي من الهجاء ولكني لن أجرؤ على أن أقول. لا 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 أستطيع أن أهجي أحد، ولكن عندي مدح تفضل. أو تكريم بالأحرى لحضرتك يا دكتور جمال. الله 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 الله، جميل، هذا جميل، هذا بدنا نمسك فيه. عندي قصيدة بعد حصولك الذي تستحق على الميدالية والوسام أو التكريم من الحاكم العام لكندا. ارتئينا في الجمعية الأردنية أن نعمل حفل تكريم لحضرتك، وكان يجب أن أفاجئك في هذه القصيدة التكريمية لك، لكن من سوء الحظ أنه لم أحضر حفل التكريم لظروف خاصة، وبعثت القصيدة لكنها لم تلقى على أي محفل. هذه أول مرة سألقيها بعد لي الإذن، الشرف بعد الإذن من الدكتور قيس، إذا بدي أخذ شوية من دوره يعني. لا تفضل. والقصيدة يا دكتور جمال فيها نوع من الإعجاز الأدبي أو العبقرية الشعرية، الإبداع والعبقرية الشعرية، بأنه كل حرف يبدأ به البيت هو من اسمك الكريم. فإذا يعني أنا إلي أربع أبيات منه. إلك أربع أبيات محمد. إلي أربع أبيات. نعم. فإذا المستمع الكريم، فإذا المستمع الكريم بيمشي معي مع أول، مع كل حرف من أول بيت وبيكتبه على ورقة، راح يخرج بالنهاية باسمك. تفضل يا سيدي، تفضل. شكرا. من أين أبدأ؟ هل شعري يطاوعني أم ينطق الحرف يحكي بعض أسراري؟ حار اليراع فهل تكفي مدامعه حق القريض لتنبيكم بأخباري؟ ما جئت إلا لأحظى من مآثركم وبكم أتيه أغني لحن أشعاري. دمعت عيوني ففي ملقاكم فرحا، فيه الربيع وفيه عطر أزهاري. جئنا نكرم من بالفعل كرمنا من قبل هذا بتقدير وإكبار. ملك القلوب بأعمال له بلغت حد الثريا وزادتها بأنواري. أنت الذي أعطى وضحى وقته للخير أسرع مشدود بزنار. لم يستكين لحر أو لعاصفة، والبعض أقعى في الدفا بدثاري. آمنت أن جميل الشيء غايته أن يستمر بإغداق كأنهاري. لا شك أنك فيك الخير منبته من الطفولة حتى يومنا الساري. شاركت في كل المحافل مبدعا، وكذا طريقك تهتدي بوقاري. رسخت فعل الخير فينا مجدرا عمل التطوع إيمانا بإصراري. يا من ضربت لنا الأمثال مجتهدا ما كنت تطمع إلا رحمة الباري. فلمثل شخصك نهدي شكرنا علنا، ولمثل فعلك لا نخفي بأستار. الله الله الله، الله يعني أي إبداع. أخجلتم تواضع أكيد، يعني أنا يعني لا يسعني إلا شكرك وتضييق الكلمات، لأنه ليست قصيدة عادية، يعني هذه فيها إبداع لغوي وشعري، و يعني الشكر لله طبعا، والشكر لك.